تأخر إعادة إعمار غزة فاقم من معاناة الغزيين الذين يعيشون في بيوت غير صالحة للعيش الأدمي، حيث لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعرقل دخول مواد البناء، إضافة إلى عدم وصول المساعدات التي تعهد بها المانحون في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع قبل عدة أعوام. في مناطق غزة المدمرة ما زالت قصص آلاف البشر تنتظر من يرويها بعدما أحالت الاعتداءات الإسرائيلية حياتهم إلى جحيم. آلاف العائلات ما زالت تعيش في كرفانات أصبحت مهلهلة، صممت للإيواء المؤقت وحملت الموت لمن عاشوا فيها منتظرين أملا في الحياة والأمان، لكنهم ما عادوا يرونها بالعين لما حملت لهم من ذكريات أخذت أحداثها منهم أعز الأحباب واكتنفتها أصعب الظروف. منذ 26 سنة عمرها ماتت وحامل، تبون نروح من نتلقاها؟ والله يا خالتي ما انا قاعده قلبي موجوع من اللي شفت اللي الكرفانات، انا عشان ماتت بنت مش شايفه الا بالعين. الناس بتموت موت واحده، احنا كل يوم انا بنموت 1000 موت في قلب الكرفانات، يعني مش مترحم منهم بالمره. في ليش تبعون بالميه في الصيف؟ هي حر الشوب يعني كتلنا، يعني نطلع برا من الكرفان من شوب الكرفان من جوا نطلع لبرا نفس الطريقه، انه كله حار. يعني جدو بصدفه الباب الصغير بيصيح شوبان مش عارف كيف اتعامل معاه. كهرب ما فيش كمان، يعني الواحد يقول تشغل هواي يشغل مروحه ما فيش شيء. يعني جميع الجهات مدمرين احنا هنا في الكرفانات. هذه الكرفانات بسوء اوضاعها ما زالت تصاحبهم صيفا وشتاء وتحمل لهم الموت في كل لحظه بسبب عدم تهيئتها للظروف المناخيه المختلفه وما تولده من ازمات حرمت ساكنيها طعم النوم والراحه حتى ما عاد بامكانهم التقدم في حياتهم مع صعوبه الظروف. فقط حوالي 12% من المنازل المدمره كليا تم انشائها. نحن نتحدث عن حوالي 12500 منزل مدمر، وهناك أيضا يعني نصف الأشخاص الذين تضرروا جزئيا لم يتلقوا مساعدات لإعادة ترميم منازلهم. مع هذه الصورة خرج مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بوشاك اليوم ليحذر من خطورة الأوضاع في غزة وتزايد الإحباط واليأس وانعدام الفرص واستمرار الحصار وما له من تأثيرات سلبية في الوقت الذي ينشد فيه الجميع الاستقرار والهدوء، حيث لا أحد يرغب في حرب أو عنف جديد على حد قوله. إضافة إلى ما ذكرته سابقا بخصوص بناء المدارس هذا العام، أيضا نحن نركز جهودنا على إعادة الإعمار، على إعادة بناء المنازل التي هدمت وإيجاد منازل للعائلات التي فقدت منازلها وتأثرت خلال حرب 2014. بعدما أعلن بوشاك عن عرقلة إسرائيل للموافقة على إعادة إعمار منازل الكثير من العائلات الغزية، ومع سوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية يبقى السؤال الأهم هنا، أين العالم مما يحدث؟ منى عوكل، قناة رؤيا، غزة، فلسطين.